جاسم محمد الكعبي مشارك في بطولة البرثة. نشكر بطولة البرثة على ما قاموا به من تجهيز ومن ترتيب ومن نظام تسجيل، نشكرهم على الحجول الجديدة اللي سووها على حقل الطيور. احنا صراحة يعني من مشاركين في كل السنوات في بطولة البرثة، ومنافسة شريفة بيني وبين ربعي، وهذه المسابقة فيها طبعا نخبة الطيور اللي احنا جربناها طبعا في صفري وتنشيطية ومسابقتين اللي طافوا. نجتمع كلنا في بطولة البرثة، الطيور كلها جاهزة، وطبعا تكون منافسة قوية بيني وبين ربعي، فنطلب الله التوفيق، وإن شاء الله وعدنا في بطولة البرثة إن شاء الله نحقق المراكز الأولى إن شاء الله.